بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. عندما تطل الأفاعي لا تأمن من اللدغات. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 810 من ملك وكتابة. حلقة جاية في توقيت مهم، لكن المهندس عدلي بيشاور فيها لأفاعي خير. شوف المناخ، الفترة آخر 10 أيام. آه. يعني هو أصلاً المناخ ما كانش مناخ يعني هادئ أو مساعد أو عادل بطبيعته. ولكن تطل عليك بعض الوجوه صاحبة البصمات السابقة في توجيه المسابقات الآن وفي هذا التوقيت، بمجرد ما بدأ يلوح في الأفق أن الأهلي قد يستقر وقد يبتعد. مع توقيت مطالبات بإقالة فلان بالتحكيم وعلان مش عارف إيه والتعديلات، ويبتدي الاستوديوهات تستضيف نفس الوجوه اللي هي يعني إحنا ماشيين في ديلما يا أستاذ إبراهيم مش هنخرج منه. وأنا استشعرت إن يعني لما تيجي الاهلي والزمالك مسح يلعبوا، مين عنده انذارات ومين مهدد؟ كل الناس قالت عمليه تمثيل ولا اوضح من زيزو، ولا اوضح، وما فيش كارت لانه كان سيغيب عن لقاء لو خد انذار الاهلي، لو خد انذار. في المقابل يترفع الانذار في وسط هرج ومرج، والراجل جاي من بعيد ساب الدنيا كلها وراح متوجه له مديله الانذار عشان ده اللي عنده انذاريه. طبعا احنا هنتكلم في المساله دي، بس يسبقها ايه بقى؟ ناس تطلع تتكلم وتهاجم ومتصوره ان ممكن يبقى لها دور جديد، او هي مدفوعه في التوقيت ده عشان يبقى لها دور جديد. يا اخوانا والله العظيم ثلاثه الانسان، هنرمي الفوطة في إمكانية إصلاح جو كرة القدم، لأن احنا ماشيين بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وكان الأمر لا يعنينا، وكاننا نرى العالم حولنا. انت عامل فقرة النهاردة لوحدها، ها نتعلم بتعلم، وكنا عاملين فقرة مش هنلحق ناخدها غالبا او هنلحق، يعني توقفوا امام كلام فيتوريا، حد يناقشوا حاجة تضحكك. ما سمعتش ان حد ناقش الكلام ده، ناقش اسبابه، ناقشه بموضوعيه، حلله. ده بيشاور ان المستقبل مظلم لكره القدم المصريه. راجل جاي بيقول هتكلم بصراحه ويشعر باحباط شديد من كل العناصر، وذكر العناصر وذكر الروشتة، يعني مش راجل بيتحدث عبثا. يعني اذا كان الراجل ده مش هيعمل حاجة في الكرة المصرية غير انه ينبهنا الى مكامن الخلل ووسائل الاصلاح، يبقى يستحق التواجد. مش هكلمه بقى على نتائج الفريق القومي، لان الموضوع اعمق وابعد بكتير. احنا منشغلين في ذاتنا قوي 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 يا استاذ ابراهيم، قوي، وعمالين نسوق اصل انا كنت عامل فقرة انا غيرتها، لان الماتش النهارده طبعا فرض نفسه. لا، انا متفاهم غضب الناس، مؤكد الناس مش غضبانه من الاداء والنتائج، لان هم عارفين ان دي نتائج قابله لان تحدث يعني، ولكن الغضب طال الجميع. هو النهارده ايه كل ما يحصل حاجه؟ الاداره واللعيبه والمدرب وهذا لا يمكن يكون الشيء المنطقي. لكن الناس عندها حق ليه؟ هي متوجسه، كان نفسها ان الاهلي يلحق يلم كام بوط عشان يتحمل عمليه التحامل عليه، ولكن التحامل ابتدى بدري بس.